قصة موسى عليه السلام وسحارة فرعون. بالرغم أن فرعون وهامان كانا من أمهر السحرة وأنهما بسحرهما استوليا على الناس، فإن فرعون بعث يجمع السحرة لديه وأمرهم بمعارضة موسى عليه السلام في الأجل المضروب. قالوا له: أيها الملك، لقد علمت أنه ليس في الدنيا أقدر منا على السحر، فإذا كانت الغلبة لنا على موسى فما الذي يكون لنا عندك من الجزاء؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين، أدنيكم مني وأشارككم في ملكي. ثم قالوا: وإن غلبنا موسى وأبطل سحرنا، علمنا أن ما جاء به ليس من السحر، ولا حيلة لنا عندئذ إلا أن نؤمن به ونصدقه. فقال فرعون: إن غلبكم موسى صدقته أنا أيضا معكم، ولكن أجمعوا كيدكم وحيلتكم. وأخيرا حان يوم الموعد، وكان يوم السبت، وهو يوم سوق لهم، ووافق أنه أول يوم في السنة عندهم، وكانوا يحتفلون به ويتخذونه يوم الزينة. وقيل إن المكان كان في الإسكندرية، فاجتمع في الموعد حشود الناس والآلاف المؤلفة حتى ضاقت بهم البلدة وساحتها، وكان لفرعون تجاه تلك الساحة منصة فوقها قبة من حديد يطل منها على الجموع وينظر إليهم. ولما ارتفع النهار وأقبل فرعون في زينته وقد حفت به أشراف قومه وأشرفوا على الجموع، وأقبل السحرة يحملون 60 بعيرا من عصيهم وحبالهم، وامتلأت الساحة بالجموع التي لا تحصى ولا تعد. ثم أقبل موسى عليه السلام متكئا على عصاه، ومعه أخوه هارون عليه السلام لا غير، حتى انتهى إلى المجتمع الهائل. وبعد أن توقف هنيهة جعل ينظر إلى السماء، فهال الناس ذلك وجعلوا يتساءلون عن معناه وأثره، لماذا ينظر موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى السماء؟ ولما تقابل مع السحرة قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فازداد السحرة في كلامه رغبة ودهشة، وأخذوا يتناجون فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر؟ ويقول آخرون: إن الرجل ينظر إلى السماء ونحن لم يبلغ سحرنا السماء بعد. فكاد شملهم يتشتت وجمعهم يتفرق، وأبى فريق منهم إلا الجحود والإصرار. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأوحى الله تعالى إلى موسى ووعده النصر والغلبة، وأمره بإلقاء العصا، فقال له: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهجم الثعبان بعدما استوى على جميع ما في الميدان مما يراه الناس حيات وأفاعي، وجعل يلتقفها بكل سرعة حتى أتى على آخرها، ولم يترك منها شيئا أصلا، كما قال الله تعالى: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يفعلون. ولما ظهر ثعبان موسى عليه السلام واتجه يبلع أفاعي السحرة، انهزمت جموع الناس وأفواج الخلائق هاربين، وقد انخلعت أفئدتهم فزعا ورعبا، وتسابقوا إلى الفرار، ووطئ بعضهم بعضا، وانهزم معهم فرعون بمن معه، وقد انقطع فؤاده وعزب عقله، خاصة حين اتجه الثعبان نحو الناس بعد أن ابتلع أفاعي السحرة وقصد منصة فرعون. فأوحى الجليل إلى رسوله العزيز عليه السلام: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فتقدم موسى عليه السلام
وأدخل يده في فم الثعبان فعاد عصا من خشب عادية. أما السحرة فلما عاينوا ذلك وهم 72 شيخا من علماء السحرة ورؤسائهم المهرة الذين أفنوا أعمارهم في إتقان مهنتهم، وكان رؤساؤهم 4، فأسرعوا فورا بعدما تبين لهم الهدى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وتبعهم بقية السحرة فآمنوا كلهم، وآمن معهم جمع كثير من الناس، وشهدوا لله تعالى بالوحدانية ولموسى وهارون بالنبوة، وانصرفت بقية الناس مدهوشين مما شاهدوا يتذاكرون في محافلهم ذلك.